طيب أستاذة نيفين، لو اتكلمنا عن أهم جهود دعم المرأة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اللي بيقوم بها الجهاز لتحقيق طبعا التمكين الاقتصادي للمرأة، وإحنا زي ما كنا بنتكلم من شوية عن حملة 2 كفاية، وطبعا التمكين الاقتصادي للمرأة ده بيساعد في العمل بالتوازي مع هذه الحملة، لأن يعني وجود المرأة في الشغل ما تقدرش إن هي يبقى عندها مسؤوليات أكتر على الأولاد. فيعني لو اتكلمنا عن جهود دعم المرأة في هذه المشروعات. الجهاز بيولي اهتمام كبير جدا للمرأة، وعنده استراتيجية كاملة لدعم هذه للمرأة بالذات. احنا يمكن لو بنتكلم التمويل متناهي الصغر بالذات اللي انا بشوف برئاسته، دايما بيكون في نسبة دعم المرأة كبيرة جدا. يعني احنا يمكن في الفترة من 2014 لحد نهاية 2021 ضخينا 11 مليار جنيه لتمويل حوالي 700 ألف قرض للمرأة فقط. نسبة المرأة في للجهاز عموما بتصل لحوالي 44% لدعم المرأة. في تدريب خاص بيكون للمرأة، تدريب مهني سواء كان على الحرف أو على مهن معينة زي الخياطة، زي تصنيع الشمع، زي بعض الأنشطة الأخرى. بيتم يعني يمكن حظت المرأة من التدريبات في ريادة الأعمال اللي تم عملها من خلال الجهاز، حوالي 62% من المستفيدين كانوا من المرأة. حازت المرأة كمان على المعارض والمشاركة في المعارض أيضا على أكثر من 60% من المشاركة في المعارض. فإحنا بنحاول نقدم خدمات تمويلية وتسويقية وتدريبية وريادة أعمال للمرأة، لأن طبعا إيمانا مننا أن المرأة الحقيقة دعم المرأة وتطور المرأة دايما بينعكس بشكل إيجابي جدا على الأسرة وعلى المجتمع ككل، عمود الأسرة المصرية.